8 والخامسة بتوقيت الجزائر. أرحب بكم متابعينا للموعد الإخباري الجديد والمتجدد والمتواصل معكم لغاية 6:20 في ملف نقاشنا الأول. متابعينا الأكارم سنواكب الحدث وسنناقش بداية إنتاج الأنسولين بالجزائر بداية من 10 جانفي، حيث أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون صباحة اليوم، أكد أن الشروع في إنتاج الأنسولين الفعلي بداية من منتصف شهر جانفي. علي عون وزير الصناعة الصيدلانية أكد كذلك صباحة اليوم أن تصنيع مادة الأنسولين ستغطي بها 50% من حاجيات السوق الوطنية، والوزارة تحرص على ضرورة الالتزام في تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الوزير والرجل الأول على رأس القطاع، وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كان قد أعطى تعليمة وشدد من خلالها على إنتاج مادة الأنسولين ولقاح الأطفال هنا بالجزائر، وإعادة مجمع صيدال للواجهة الذي سيعول عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعلي عون وزير الصناعة الصيدلانية على إنتاج هذه المادة الحيوية وتغطية السوق الوطنية من خلالها 50%. ضرورة استرجاع مكانة مجمع صيدال للصناعة الصيدلانية وضرورة تغطية السوق الوطنية بالأدوية، خاصة الأدوية بالأمراض المزمنة على غرار داء السكري. كان قد تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن مرضى السكري بالجزائر لهم الأولوية القصوى في إنتاج مادة الأنسولين. إذن سنتعرف على رأي كذلك الشركاء الاجتماعيين في هذه الخطوة. كان قد تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق على هذه التعليمة، وترى النور، الجزائريون يرون الضوء آخر النفق في إطار تطبيق تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون على حذافرها وفي وقت قياسي. أرحب بضيفي الكريم الذي يلتحق بي هاتفيا مع في إطار مناقشة الموضوع. أرحب بعطروت عبد الله الأمين العام للجمعية الوطنية للمصابين بداء السكري. أرحب بك معنا، مساء الخير أستاذ عطروت. نعم مساء النور، شكرا على تدخل هذا. يعني أولا نهني الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، ثانيا نهني الشعب الجزائري يعني بهذا المنتوج هذا يعني اللي كان، نعم هذا المنتوج اللي كنا ننتظره، يعني هو كان كاين فيه منتوج في هذا مستوى الوطن المحلي، لكن مش يعني بالكفايه بالنوع الكافي. طيب يعني بدايه قبل ان اضعك وفي الصوره وان اتركك كذلك تعلق على النقائص، اولا ثم نتحدث عن من منتظر من هذا القرار. طيب برايك هل المنتوج يعني ماده الانسولين كانت تعرف ندره في السوق الجزائريه؟ وهل طبعا التقيتم شكاوي أنتم كجمعية وطنية للمصابين بداء السكري من ندرة هذه المادة الحيوية، هل كان في هناك توافق بين العرض والطلب؟ يعني الطلب كثير بالنسبة لمادة الأنسولين، وهل العرض كان يغطي حاجية السوق الوطنية؟ نعم، على غرار العام الماضي اللي كان فيه تذبذب كبير، كان فيه نقص في الأنسولين كبير. نعم. خاصة في نهاية 2001 إلى بداية 2002 كان فيه نقص وكان تذبذب في توزيع الأنسولين. بما احنا عندنا جمعية وطنية لمصابين بداء السكري، عندنا يعني مرضى بزاف اللي غير مؤمنين اجتماعيا، كنا ناخذوا الأدوية يعني من المخابر، كنا ناخذوها عن طريق المحسنين. لما يعني كانت الأنسولين ناقصة العام الماضي، الفئة الأولى اللي انضرت هي اللي كانت تاخذ الأنسولين تاعها من الجمعية، يعني مجانا من الجمعية، هي اللي انضرت. بما أن الوفرة كانت غير متوفرة في الأسواق، احنا الأولين اللي تقسنا فيها الجمعية بمرضاها الأولين اللي تقاسوا بالنوذة تاع الأنسولين العام الفارق. طيب بما أنك الأمين العام للجمعية الوطنية للمصابين بداء السكري، هل من شكاوي كذلك؟ نتحدث عن جميع ربوع الوطن ليس فقط على بعض الولايات. هل استقبلتم شكاوي فيما يخص هذا الشأن عن تذبذب في التوزيع مثلا، عن نقص في العرض بصيدلانيات عبر الوطن؟ يعني مادة الأنسولين برأيك بما أن لها الأولوية
لدى السلطات العليا، هل كانت تحتاج فعلا هذه الالتفاتة؟ نعم، الشكاوي تلقيناها في يعني في غضوان في الثلاثي الاول من السنه الماضيه. نعم. اللي كانت فيه شكاوي بنقص الانسولين، واما بعد ذلك يعني كان فيه يعني كان فيه نوع من الوفره، يعني بما نقولش وفره 100%، مي كانت وفره طرابور للثلاثي الاول من السنه الماضيه، بما اننا يعني احنا جمعيه كنا نتنقلوا في كل مكان، وكنا نقتنيوا الادويه في كل مكان، وكنا نتلقاو شكاوي من الناس، حتى المرضى تاعنا المؤمنين كان يدي لوردونونس تاعو، اسمحي لي بالعباره هذه، كان يدي لوردونونس تاعو عند صيدلي ما كانش يوفر له الانسولين، يعني التريتمون تاعو تاع 3 شهور في نفس اليوم. كان يقول له روح على يومين على سمانه ارجع نكمل لك دواك، كانت فيه تذبذب يعني حتى خصوصا بالنسبه لبعض المصابين بداء السكري الذي بوصفتهم تتوفر على استهلاك ماده الانسولين لمرتين لثلاث مرات في اليوم، خصوصا وان كان بما انه داء السكري مرض مزمن، وكذلك يمكن يكون يعني عديد من المرضى في عائله واحده، الاستهلاك راح يكون يعني يتضاعف ويحتاج لماده الانسولين، لانه الماده حيويه ولا يستطيع المصاب بالسكري التخلي عنها. لهذا ربما الان بتغطيه مجمع صيدال على الاقل 50% من حاجيه السوق الوطنيه واعاده بعث الحيويه مجددا لهذه الماده بالمجمع، ما المنتظر وكيف استقبلتم ربما القرار وما المنتظر منه كذلك؟ نعم، انت استاذه قلتي كاين اللي يديروا اخترتي ثلاث مرات في اليوم، انا اقول لك كما اطفال مرضى السكري النوع الاول راهم يروحوا حتى لخمسه ست مرات في اليوم الانسولين، يعني وبجرعات لاباس بها. بما اننا تسمى صيدال باذن الله معان في المولود الجديد هذا اللي راح يغطي سوق 50% من الانسولين، اللي يعني فرحنا له بزاف وفرح له كل الشعب الجزائري وكل مرضى السكري، راح نكون في اريحيه وراح تكون وفره تاع الانسولين سواء للناس المؤمنين اجتماعيين او الغير مؤمنين اجتماعيين، هذه الشريحه هذه اللي يعني رافدينها باخذينها بعين الاعتبار. بما اننا هكذا سمعنا، نشكروا يعني كل الفاعلين في هذا الميدان هذا، نشكروا يعني رئيس الجمهوريه اللي اعطى اهتمام واضح للشريحه هذه، شريحه الداء السكري، ونشكروا يعني على الاهتمام بكل الصحافي عبر ربوع الوطن. طيب الآن لما نتحدث عن المنتظر من القرار، الهدف واضح بالنسبة لوزير الصناعة الصيدلانية علي عون، قال أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة بعث المجمع وتغطية السوق الوطنية أقل شيء ب 50% والتوافق بين العرض والطلب. الآن ما المنتظر؟ هل تنتظرون ربما من جهة وفرة المادة الحيوية وما راحش يكون فيه مشكل في الندرة يعني في المستقبل، وكذلك حتى بالنسبة للأسعار، هل حتى نعم. كذلك بالنسبة لإدراجه ضمن قائمة الأدوية التي طبعا ضمن القائمة التي تدرج لدى الضمان الاجتماعي كذلك، يعني ما المنتظر برأيكم من هذه الخطوة وبهذا القرار؟ نعم، التدخل تاع الوزير كان تدخل قيم، وكان نعم. كان يعني فتح افاق كبيره باش على مصرعها. اما من الناحيه الاقتصاديه نعم. الناحيه الاقتصاديه راح تكون يعني نحو عبء كبير على الدوله، لان ثمن العلبه تاع الانسولين راهو باهظ بزاف كما نعرفوا. ضعني في صوره الثمن من فضلك. نعم، فيه 650 الف بواطه، فيه حتى 900 البواطه تاع لونتيس هذيك تاع صنوفي انوفنتوس، الحمد لله يعني ليس للجرعه الواحده. للجرعه الواحده؟ نون، لا لا لا، للعلبه الواحده تحتوي العلبه على خمس حقن. نعم، خمس حقن. صافي المريض كل مره يعني في كل شهر راهو يدي على الاقل زوج بويط تاع الانسولين، مليون ونص هذه مينيموم، على الاقل مليون ونص كيكون من تعوض. يعني هل هي من الادويه المدرجه ضمن قائمه التي طبعا تعوضها الدوله ضمن الضمان نعم الاجتماعي؟ نعم، والحمد لله نعم. شكرا لله. نعم نعم، كل المؤمنين اجتماعيين مهما كان المبلغ تاع يتم تعويضه.
يتم تعويضه. نعم قلت لك كل مؤمن اجتماعي يكون يتم تعويض العلبة تاع الانسولين 100% حتى التعريف ريفيرونس هذاك ما فيهاش بالنسبه للمريض السكري الحمد لله. اما الفئه اللي فرحنا اللي راح تستفاد معنا نظر هي الفئه الغير مؤمنه اجتماعيا دوك حتى تاع الانسولين ان شاء الله هي راح يكون سعر مليح يكون يعني راح ينقص باريبور السعر تاع الانسولين المستورد. جميل، يعني انتم المنتظر والهدف من هذه الخطوه كذلك انتم كجمعيه وطنيه للمصابين بداء السكري تعملون وتعكفون على توزيع كذلك الانسولين وتعملون كذلك على توزيع الاله التي تقاس من خلالها يقاس الداء دا السكري لدى المرء. الان برايك السعر هل سينخفض وهل تنتظرون كذلك بانتاج مجمع صيدال هنا بالجزائر لهذه المادة الحيوية وجرعات الأنسولين؟ هل تنتظرون أنه السعر يقل وكم يعني حسبكم أنتم كجمعية وطنية للمصابين بداء السكري هل تنتظرون فعلا يعني انخفاض السعر وبكم؟ نعم نحن ننتظرون ومتفائلون جدا بانخفاض السعر وعلى الاقل يعني على حساب يعني التفاؤل تاعنا على الاقل يكون 50% في العلبه الواحده ده يعني الناس غير مؤمنين اجتماعيا يقدروا يقتنيوا الانسولين هذه ونكونوا في اريحيه ما كلش. ومن جانب الاقتصادي يعني نحلوا هب كبير على الدوله نظرا يعني لغلاء الانسولين. جميل، في الأخير أستاذ عطروطة عبد الله برأيك بما أنه المنتظر الآن هو توفير هذه المادة وتغطية السوق الوطنية وإعادة كذلك بعث مجمع صيدال للواجهة انخفاض أسعار كذلك مادة الأنسولين، ما المنتظر كذلك من الشق الاجتماعي كما سبق وأشرت حتى بالنسبة لطريقة توزيعها عبر ربوع الوطن؟ هل التقيتم كذلك شكاوي في بعض المناطق ربما بالجزائر لا تصلها هذه المادة وإن وصلتها بجرعات قليلة ولا تغطي حاجيات الأسرة؟ برأيك ما المنتظر كذلك في إطار تغطية السوق الوطنية ب50% من هذه الخطوة؟ هل وجب توزيعها كذلك بشكل توافقي عبر ربوع الوطن؟ وهل وصلتكم كذلك شكاوي على هذا النحو؟ نعم في يعني نقص كبير في جنوبنا الكبير اللي عندنا شكاوي كبيره من اهل المنطقه ومؤخرا يعني لحقنا رساله من اهل الجنوب من الممثلين تاع الجمعيه الوطنيه للمصابين بداء السكري في الجنوب يعني وصلنا لهم المتطلبات تاعهم للهيئات المعنيه اللي كانوا يعني استقبلونا استقبال رائع. وبما اننا تسمى مسؤولون على جميع التراب الوطني نوصلوا الرسائل هذو تاع الناس فيها والشكايات راهم كاينين تسمى خاصه يعني في المناطق المعوزه مناطق الظل يعني الجلوكوماتر الليكتور ديكليسيمي مازال الناس ما قدروش هنايا في العاصمه ما كاينين يعني بوفره كبيره كاين خمسه ديزابوراتوار يعني يتنافسوا على جهاز قياس نسبه السكر في الدم. اما في الجنوب يعني ما راهوش يلحق ما راهوش الاجهزه من عاد ما في الجنوب يعني تماما يعني ننتظر من هذا القرار كان ممثلين في تيمون في اضرار في عين صالح في نقص فادح سواء في الانسولين او في الاجهزه قياس نسبه السكر في الدم. نعم متفقين كذلك سيد عطروط أنا بهذا القرار ستحل هذه الأزمة بإذن الله يعني بقرار تغطية السوق ب50% يعني من هذا المنتوج أرى أنه يعني بشكل ضباط آخر النفق في إطار هذه المعضلة نظرا يعني لإشادة رئيس الجمهورية اللي نحييه بالمناسبة ويعني وحثوا على الفئة هذه احنا متأكدين يعني وكلنا ثقة باش يعني الناس كاملة راح تستفاد من هذا المصلحة هذا تاع الصيدل اللي نحييه مجمع الصيدل على الخطوة هذه الرائعة اللي داروا متأكدين باللي الناس كاع راح تستفاد والقرار هذا يعني صائب وإنتاج الأنسولين في محليا راه يعني حاجة مكسب كبير للمرضى السكري. جميل سيد عطروط ما بعض الأنسولين
وما بعد لقاحات الأطفال، بعد إعادة بعث مجمع صيدلي لتغطية حاجيات السوق الوطنية من الأدوية خاصة الأدوية للأمراض المزمنة وعلى رأسها داء السكري، أي مطلب لديكم؟ يعني الأولوية كانت للقاحات الأطفال وكذلك للأنسولين ليتم إنتاجها بالجزائر، ماذا سيكون أو عن أي خطوة تبحثون كذلك كخطوة لها الأولوية لتصنيعها هنا بالجزائر في إطار تغطية السوق الوطنية؟ نعم، هي الخطوة اللي نتمناها هو يعني عدم يعني حرم أي مريض من بداء السكري من الأنسولين سواء مؤمن أو غير مؤمن، وخاصة أطفال مرضى السكري. هل من أدوية أخرى كذلك يتم تصنيعها هنا بالجزائر وبرأيك وجب كذلك أن تكون لها الأولوية وضمن قائمة وخارطة طريق عمل المجمع ليتم توفيرها كذلك وتعانون من ندرتها؟ نعم، على سبيل المثال الندرة غير موجودة الحمد لله، الحمد لله. يعني الحمد لله في العاصمة في المناطق يعني المجاورة العاصمة في الولايات الكبرى يعني السوق مغطية والحمد لله، أما في الجنوب دائما نقول باللي في الجنوب في المناطق النائية ومناطق الظل على سبيل المثال البيض عندنا بزاف ممثلين في كل الولايات كاين نقص تاع الأدوية، كاين نقص تاع الأنسولين في يعني في أدوية كي عندما تكلم على الأدوية في يعني نوفافورمين تاع صيدان اللي هو يعني متواجد بكثرة وفي يعني واستعماله يعني منطقي كبير من المرضى. نعم، جميل، أشكرك جزيل الشكر سيد عطروت عبد الله الأمين العام للجمعية الوطنية للمصابين بداء السكري، كنت ضيفي هاتفيا، شكرا لك لإطرائك نقاش الفترة الإخبارية المتواصلة معكم في ملف نقاشها الثاني.